انتوا عم تعاملوني مثل بنتكم واعز، ويشهد علي ربي انه ما ضل لي غيركم بهالدنيا. لكن ليش بدك تروحي وتتركينا؟ اكيد في شيء زعجك وما لك رضياني تحكي. بدي اعرف مين قتل ابي، ولازم اشوف حياتي. يعني ما بصير اضل قاعده هون. شو بك انت؟ ما تحكي، شو صار معك؟ طلقتها؟ ايه طلقتها. ما قصرت، بالناقص منا ومن اهلها. ايه لا تاكل هم يا امو، ايه بكره رح جوزك ست ستة، خليها هي هيك ملحوشة ببيت اهلها، مين رح يطلع فيها؟ انا كنت مغشوش فيه كثير لوقتها، كثير مغشوش فيه. قصدك يعني؟ قصدي بتعاملي معه ايه؟